بيقولوا إنه فاقد الشيء لا يعطي، بس نحن فقدنا الحنان من نحن وصغار، بس هاي المقولة هي غلط. فاقد الشيء بيعطيه لحتى غيره ما ينحرم منه. أنا مريم يونسو، عمري 18 سنة، جاية من إدلب، صار لي من 3 لـ 4 سنين هون بالمخيم. نحن أول شيء قبل ما نطلع بشهر، بأقل من شهر، خسرنا أبي. نحن قررنا إن نطلع بالأول، بعدين ترددنا بالموضوع. في أخي عنا مريض أصغر مني، كان الدافع الأقوى إني نطلع على تركيا مشان علاجه، مشان هيك نحن طلعنا لهون عالجنا. وقت اللي لقينا إنه الأحسن لنا إننا نضل بتركيا، لأنه ما ضل عنا حدا يسندنا ويعيننا بسوريا، بما إنه نحن خسرنا أبي، فنحن ضلينا هون بتركيا. لك اللي عنده حلم ومتمسكة فيه وبتعرف إنه عندها هاي الشغلة قادرة إن هي تتسويها بأي مكان راحت عليه، رح تقدر تسوي هذا الشيء اللي هي موهوبة فيه واللي هي بارعة فيه ومميزة فيه. وأنا حابة يكون هذا الشخص المميز البارع اللي وين ما راح رح يلاقي حاله قادر على إنه يسوي الشيء اللي بيحلم فيه ويحققه. إنه دائماً عندي أكثر من دفتر بالبيت، بقعد بكتب فيه مثلاً القصص اللي مثلاً بحسها أنا جواتي، كل ما تعبت، كل ما إنه حسيت حالي مضغوطة، فما بعرف وين بروح بهالضغط وهالوجع كله، بفرغه بالكتابة، كتير بكتب أنا. هذا الشيء اللي أنا الأمل اللي عندي إنه لحتى ما بقى أضل أنطر هذا اليوم، بدي يتحقق. مشان هيك عندي طموح جواتي إنه رح هذا اليوم ما رح يجي لحاله، أنا اللي رح أجيبه، أنا اللي رح ضل أسعى لحتى أوصل له، لأنه الشغلات الحلوة نحن اللي منجيبها مو هي اللي بتجي لعنا.